من يذكر لي صلاة التراويح، حكم صلاة التراويح؟ نعم، لا يعني رفع اسمه. نعم نعم سنة. أين تصلى صلاة التراويح؟ في البيوت أو في القبور أو في أين؟ في المساجد. جماعة أو فرادى؟ جماعة. جماعة في رمضان تصلى جماعة، ما في غير رمضان لا. نعم فتح الله تصلى جماعة. ما الفائدة من صلاة التراويح جماعة؟ إيش الفائدة؟ ما الثمرة؟ من قام مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليل كأنما تقوم الليل كامل. طيب كم عدد ركعات صلاة التراويح؟ من يعرف؟ 16. من 8 إلى 16. في اختلاف مسألة. احنا الحين دعنا الخلاف. نعم. 11. من هي 20 ركعة. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تقول ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. مفهوم؟ طيب. ما أسمع شيء. لكن إن جاء إمام وعالم وقال تصح الزيارة وصلى منها لا إشكال، كما يصلي الناس اليوم في مكة والمدينة. نعم، لكن حتى العلماء الذين يقولون أن تصلى 23 13 ركعة وكذا يقولون الأكمل أن لا نزيد على 11 ركعة. طيب أقل الوتر كم؟ من يعرف يرفع اسمه؟ أقل الوتر كم ركعة؟ واحد. واحد ثلاث ركعات. الله يفتح عليك. أقل الكمال ثلاث ركعات. أقل الوتر كم؟ ثلاث ركعات. نعم. وأقل القليل يعني هذا ما هو كمال ركعة. إذا لو سئلت ما أقل عدد في الوتر تقول ثلاث ركعات، هذا أقل الكمال. إذا عرفت أن تأخذ القليل لكن قليل وكامل كم ركعة؟ ثلاث. أما واحدة هذا أقل لكن ليس بالكمال. طيب قال الإمام أحمد رحمه الله من ترك الوتر ركعة واحدة وهو يقدر عليه فهو مقصور لا تقبل له شهادة. ركعة واحدة ما تقدر عليه، مجرد ما تسلم من صلاة العشاء الله أكبر انتهت الركعة، صح؟ أحيانا تأخذ منك دقيقة، صح؟ طيب قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. يصلي هذا تهيئة، يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. قام يصلي وقام أحد الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فافتتح بالبقرة، فقلت 100 يعني 100 ركعة ويركع فمشت، فقلت البقرة فافتتح بالنساء، فقلت النساء فافتتح بآل عمران. قال حتى هممت بأمر سوء. قال ما هممت؟ قال هممت أن أدرس آية. تعرف كم جزء تقريبا؟ 14 كثير. الآن يعني في الليل أقل من جزء. نعم. شوف قاعدة عند العلماء، إذا جاء التعب اعرف أنك لست في عبادة. العبادة ما نأتيك تعب أبدا. ما الدليل؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم أنهار، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقكم من حيث لا تحتسب. فلما جاوز أمر بالسير إلى مكان، هذا السير كان في الطاعة،
عندما جاء هذا المكان خلاص انتهى السيد، كان هو ذي الاخوان صح. فلما جاوز قال الفتاوى آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أين جاء تعب النصب بعد أن جاوز المكان؟ اسحب الآن يعني رمضان صلى الله عليه وسلم، النهار صار، الليل قام، عمل كثير، قراءة قرآن وصلاة تراويح وصيام وكذا، ونوم قليل، تعمل في رمضان ما لا تعمل في غير الأشهر، تتمنى أن تكون عام العام كله رمضان، صح؟ لماذا؟ لأنك تسخر البدن فيما خلق لك، خلقت حتى تكون عابد. هنا فأي أحد قال الصلاة طويلة وكذا، قل لا، هذا كلام إبليس، وكلام ما يمكن يكون هذا كلام أحد. مسلم يحب الصلاة، صحيح؟ نعم. طيب